طال الخراب والدمار معظم أعمدة وشبكات الكهرباء في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من عام. مزيد من التفاصيل في التقرير. ما بين آخر مرة مر فيها التيار الكهربائي عبر هذه الأسلاك وحتى الآن مسافة من الإهمال والعبث والتدهور، طال وسائل الطاقة الكهربائية، فمعظم أعمدة الكهرباء أخشاب مسندة لم تعد سوى أطلال، صارت عشش للطيور، نالت منها صاخب الحياة وضجيج الأيام في زمن الحرب، لم تستطع أن تقاوم، انحنت أغلبها وتكسرت بعضها، ناهيك عن التي استغلها الكثير في أغراض شخصية. أصبحت الكمبات عبارة عن لم نعد نستخدمها الاستخدام الطبيعي التي كي نوصل بها الكهرباء، أصبحت عبارة عن شيء نعلق فيها اللدائت يعني بدلاتنا، أو نستخدمها مدلها للأطفال، أو يعني أشياء استخدمها في أشياء غريبة. الآن يعني الكمبات حق الكهرباء هذه أصبحت حطب يعني بدل الغاز يستعملوها، والأسلاك يعني المواطنين يقطعوا الأسلاك إن ما عادش فائدة للكهرباء نهائيا. الناس يعني يائسين من الكهرباء، ما عاد لا يبزوا الأسلاك ويخبوها ويبيعوهن أسلاك نحاس. عبث كبير تعرضت له الشبكة الكهربائية بعد خروج محطات التوليد عن الخدمة، وفي ظل الإهمال وغياب الرقابة والمتابعة كثير من الأسلاك التي وصلت وكثير قطعت وصارت سلعة رخيصة تباع في الأسواق كنحاس. الوضع العام لا يخفى على أي مواطن، حيث وجدت العشوائية، وكل أصحاب البيوت أو المنازل أو أصحاب المنافع يقومون بإصلاح الخطوط أو بتغييرها أو تبديلها دون الرجوع للجهات المختصة والمسؤولة عن سلامة المواطنين. فكلما يعني استطاع الإنسان أنه يتفهم الواقع الاجتماعي كلما ازدادت المشاكل، وخاصة في مثل هذه المواد الكهربائية والأسلاك تسبب مصاعب ومشاكل وشرطات كهربائية تحصل في الحارات. خوفان أصبح يلازمان الناس في حال عودة المياه إلى مجاريها، يخافون عدم رجوعها لكافة الأحياء والحارات بشكل سليم، ويخشون حدوث كارثة التماسات كهربائية. الألعاب القتالية هي أكثر أنواع الألعاب حضور لدى أطفال اليمن مع ما يعيشونه من حرب، وهناك الكثير من التخوف من تأثير ذلك على حياتهم مستقبلا. مدافع وبنادق ومسدسات وأسلحة، هذه أنواع الألعاب المفضلة لدى الكثير من الأطفال في اليمن كنتاج لواقع يعيشونه ويتعايشون معه يوميا. كنت واحدا من المولعين بألعاب القتال، قال كثيرون لنا كذلك، لكن في المقابل كان هناك زبائن لا يقلون عنهم لألعاب العرائس والمحركات والمجسمات وغيرها من الألعاب. مسدسات، خرز، بعضهم دبابات، مروحيات، قنابل، مدري إيش، فهذه الحاجة يعني ما في شوعي الأب، يعني بعض أحيان في بعض الأشياء تقول له الأب خذ لك من هذا كرات، يعني البولينج الذي على كرات ما يعورش العين، ما يعورش الطفل، يقول لك لازم مشي لها خرز، يعني الأب نفسه ما فيش عنده وعي يعلم الطفل على هذه الأشياء. الذهاب إلى الألعاب التي تكون أكثر عنفا أو قتالية، وتاركين خلف ظهورهم الألعاب التي تحتاج إلى ذكاء أو تحتاج إلى تركيز أو تفكير، متوجهين إلى الألعاب القتالية كقتال الشوارع أو قتال الطائرات أو الفضائيات. أصوات الطائرات ودوي الانفجارات ومختلف أنواع القذائف التي يعيش في ظلها ملايين الأطفال في اليمن هذه الأيام جعلتهم أكثر إقبالا على شراء ألعاب القتال، كما يقول عدد من بائعي الألعاب في العاصمة صنعاء. لأن الأطفال الحين يشوفوا الحلقات المسلسلات هذه يجي يطبق، بعضهم يجي الشارع عدم داخل المحل، وبعدين كل واحد أشياء يشير للثاني تك 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 مدري إيش، يعني منتقد بعض الحين من الأب نفسه ما فيش وعي. ألعاب المسدسات والأوالي والسيارات كل الحاليات، نضرب بالآلي ونقتلهم، وإذا فزنا فزنا وإذا خسرنا الله تعالى. برامج التلفزيونية الخاصة بالأطفال وألعاب والألعاب التي يدخل فيها الديجيتال والسرعة والأكشن، هذا كله مؤثر وكله يؤثر تأثيرا سلبيا وتأثير غائر للإعلام أيضا بالنسبة للأطفال.
أيضا ما يعيشه الأطفال من حالة ذعر وخوف في مثل هذه الأيام. يقول الأطفال لا سيما الذكور منهم أن ألعاب القتال مليئة بالمتعة والإثارة ولا يشعرون خلالها بالملل كبقية الألعاب الأخرى. يعتبر الأخصائيون أن استحسان الأطفال الذين يعيشون في أجواء حرب وصراع لألعاب القتال نتيجة طبيعية إثر أنماط السلوك التي يتعايشون معها، لكنهم يحذرون من استساغة الأطفال للعنف والقتال الذي ينعكس حتما على سلوكهم في المستقبل وربما مع أقرب الناس إليهم. الأصل في السن العمري هذا بيكون الطفل مهتم بألعاب ترويحية ترفيهية، لكن للأسف ما يراه حوله من اهتمام الشباب واهتمام الكبار وأوضاع البلد بشكل عام في حمل السلاح والتفاخر بها والتمادي في استخدامها، فبيكون بيتسابق لحملها. وأنا ليلى رقم واحد. رقم اثنين أنه للأسف السوق الآن انتشرت فيها هذه الألعاب وهذه الوسائل المخيفة والتي تنمي في نفس الطفل العدوان والكره الآخر ومحاولة فرض رأي بالقوة. حرمت الحروب والأزمات المتواصلة في اليمن ملايين الأطفال من أن يعيشوا طفولتهم كحال غيرهم في بقية دول العالم، والحديث عن ذلك منسي في ظل واقع يقتل فيه الأطفال ويصابون ويشردون وأيضا يتضورون جوعا. 17 مرحلة وصلتها العروض السينمائية الأسبوعية لمبدعين يقدمون تجارب الأفلام السينمائية تخضع للتقييم من لجان متخصصة لاختيار الأفلام التي تناقش قضايا مهمة. تقام هذه العروض بحضور جماهيري وتحت شعار هزمتك الفنون جميعها. في تحدي واضح وجارح لكبرياء الحرب والموت، السائر بخطى الواثق في طول البلاد وعرضها، وتحت شعار هزمتك يا موت الفنون جميعها، تواصل مؤسسة صوت سينما تقديم العروض السينمائية الأسبوعية للأسبوع 17 على التوالي بغرض التعبير واستكشاف طرق جديدة في العمل الثقافي والسينمائي وإنتاج الأفلام ومشاهدتها. الشباب بحاجة لمتنفس يكون منحاز للسلام وللحياة، بعيدا عن التطرف وبعيدا عن لغة العنف وبعيدا عن لغة التحشيد التي يتبناها كل الأطراف الموجودين في الساحة. سينما صوت في الأساس يهدف لخلق ثقافة أو تعزيز ثقافة ارتياد دور السينما. إن شاء الله بعد أن تستقر الأوضاع في اليمن نطمح بأن نشكل ضغط على وزارة الثقافة لفتح إحدى الدور المغلقة من دور السينما. تقدم في العروض أفلاما عربية وعالمية مختلفة تناقش قضايا تلامس المجتمع وتحاكي همومه، ويتم اختيارها من قبل مختصين وكذا مناقشتها من قبل الجمهور بعد أن تنقد من أحد المهتمين بهذا الفن. فتح آفاق الشباب على العالم الآخر، وفي نفس الوقت اكتساب معارف واكتساب ثقافة الشعوب الأخرى ومحاربة الظواهر التي تظهر على السطح في المجتمعات العربية بشكل عام. العروض التي بدأت بالرابع من نوفمبر بعدد يسير من الحضور المحصور بفئة الشباب باتت تشهد إقبالا ملحوظا من الجمهور الذي زاد حضوره اضطرادا مع استمرار العروض، كما يلحظ تنوع الحاضرين من الجنسين وتعدد الشرائح العمرية. في البداية بدأنا بعروض عادية، بدأنا ممكن حضور 20 شخص، تطورت العروض لدرجة أنه القاعات أصبحت لا تستوعب. كنا نخطط إلى نقل قاعة أكبر لكن الإمكانيات حاليا ضعيفة، ممكن في المرحلة القادمة نقول لقاعة أكبر. هناك تفاعل بشكل غير عادي من الشباب على موقع التواصل الاجتماعي في الحضور. الأفلام متنوعة ولا تتصف بلون واحد، وهناك تركيز على السينما الغربية وفي الأساس منها الأفلام المنتجة في هوليود، وهوليود هي المعمل الضخم لإنتاج السينما على مستوى العالم وصناعة كبرى في العالم. المواضيع التي تتناولها الأفلام مواضيع مختلفة، هناك أفلام ذات بعد اجتماعي وأفلام ذات بعد تاريخي وأفلام تناقش قضايا حية. تتراوح الأعمال المعروضة بين الأفلام التسجيلية والروائية تتناول في مجملها قصصا تقارب مواضع الحرب وتداعياتها الاجتماعية وتعالج قضايا تهتم بحقوق الإنسان، ليكون هنا تجمعا يجدون فيه يوما للتفاؤل والتمسك بالحياة
في بلد تقضي الحرب على مفاتنه وتذهب بآمال أبنائه إلى المجهول، وأعمار الكثير إلى النهاية التي تختلف حتما عن كلمة النهاية التي تنتهي بها العروض السينمائية.